صف الشاهد كأنه حب الأقصى يدمر حب الأقصى يدمر حب الأقصى بيدمر حب الأقصى بيدمر صف الشهداء يا ثوار صف الشهداء يا ثوار إذا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات سيتم نقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بعد هذه المسيرة الضخمة التي جابت شوارع المدينة مدينة رام الله. سيتم تشييع جثمان الشهيد بعد صلاة الظهر بعد أن يتم وداعه من قبل والدته وأهله وأصدقائه ومحبيه في بلدة سلواد بعد قليل إن شاء الله.